جات النهار لحد ما العشيه بالضبط، وحنا كنا لداخل، ولكن اللحظه اللي فجت الرعده يعني ما لقينا حتى فين تخبعوا، ولات الدار كامله يعني الداخل بالماء، وحنا ما لقينا ما فين غنمشيو، بقيت هاربان في الباب وصافي اللي فاتت انا ووليداتي، يعني راه كلشي ما بقى ليا لا فراش لا حتى حاجه لداخل، كلشي في زك، كلشي مهم. كاينين الناس اللي بعدا بالنسبه لي انا كنت غنمشي غير عند الجيران عندهم الدار ديال الضاله، كنت باغي نمشي عند جاري، ولكن في ديك اللحظه فاش لقيت الدار عامره عنده صافي ما بغيتش نمشي. علاش؟ لقيت جالس هنايا حتى شطبنا من الداخل، وانا تتشوفوا يعني هاد الدار ما بقى فيها والو، راه كلشي راب عليا، يعني هانتوما غتشوفوا بعينيكم يعني واش راب ولا ما كاينش الترياب. هانت هاد الشعبه هادي يعني ابسط شعبه ولات هنايا واد، يعني ولات واد كبير قدو قداش ما تقدرش. كنا خايفين غير من الموت حنايا، كنا كنتهربوا غير حنا غير من باش نتهرب انا وليداتي ما عندك. هانت يا تشوف ورط هذه دابا ما لقيت حتى فين غادي ننعس لداخل، يعني راه كلشي كلشي فازك كلشي وهاد السر هاد السر واش كنطيح ولا عاد طاح دابا؟ لا عاد طاح دابا، يلا فهاد الرعدة هادي وهي اللي طيحات طيحاتو الرعدة. ما كتيبة يعني راه كنت كتبات غير على برا، دابا فهاد الأيامات كنخليها غير على برا لا تمشي يكمل عليا السكي، وأنا ما عندي باش نرد، وما عندي لا إمكانيات لا والو. كنا كنتمناو غير لقطو شوية الحب ديال الزيتون شوية اللوز وكذا مع البحيرة باش نعالجو الأمور. شعا الحمد لله على هادشي اللي عطانا الله. دابا ما بقى لا لوز لا كرموس لا زيتون، ما بقى لنا لا لوز لا كرموس لا بحيره لا حتى حاجه. ها انتم ها البحيره، ها البحيره هنايا كتشوفوا كي دايره الواد. ها انت ها البحيره هذه راه كنشوفها، هذه من هنا طلا ومن هنا طلا وتجلا معطيشه اي حاجه كانت عندي تبارك الله هنايا لحد الان صافي. ما لقيت انا ما دابا ما لقيتش حتى شي حاجه، شنو غندير وشنو هو المعمول به. هذا عشتي هانتوما كتشوفوا هنايا كل شيء مشى. هالدارية هالدارية مشات، ها نزدوها تحت ما بقى فيها حتى ورقة، مشات كل شيء مشى. هالقرعة هانتوما ها قرعة كل شيء مشى كل شيء طار. غادي تشتغل من هنا 5 سنين إلى رجعات. انا بورس عبد العزيز من دوارتي المامين منطقه مالك الجنايه الجنوبيه. هذه المنطقه ضربها الرعاد يعني نهار الحد مع العشيه، وهذه المنطقه يعني بصراحه يعني راها منكوبه، وكنتمنوا من السلطه المعنيه تدخل باش تكون شي اعانه للمواطنين، لان هاد المواطنين راهم ضرورين بمعنى الكلمه، سواء ماديا ولا معنويا راه ما بقات حتى حاجه، سواء الديور سواء الكسيبه سواء من الفلاحه، يعني راه ما باقيه حتى شي حاجه لهم. والمورد يعني الحقيقي بالنسبه لهاد المنطقه هادي راه هو هي الفلاحه، وحنا راه تنعاني واحد الاعانه كبيره بالنسبه لهاد المنطقه هادي، راه سواء يعني منطقه ديال تيلمامين تيوريرين بالنسبه لولاد الحسن افلاسن تغدى علي، راه كلهم يعني منطقه منكوبه راها مضرورين بمعنى الكلمه. شكرا. منين طاحت هذا الرعد ما سول فيكم حد لا سلطه لا جماعه؟ ما سول فينا حتى شي واحد، وجاو مول البارح يعني باش نصوبوا واحد الطريق هذه الرئيسيه، يعني تيقولوا قلنا لهم يعني باش يشوفوا من حاله هاد الناس هادو ما باغيينش، قال لك خصكم الملكيه واش حنايا مضرورين، وهذا عاد غادي نزيدوا نتقدموا باش نديروا يعني ملكيات. هذه راه لا يعقل، حنا مضرورين حاليا وما عندنا حتى شي عويل، حنا مضرورين، والطبقات المنطقه هذه راها منكوبه من جميع النواحي، سواء من التغذيه سواء من الصحه سواء من كل شيء، يعني راه كل شيء راه